كيسين سبانخ من أشتال، ربع كوب زيت زيتون، ربع كوب من عصير الليمون، ملعقة ثوم مفروم وليمون وفلفل أحمر للتقديم، شوية ملح وشوية فلفل. بعد ما عملنا سوتيه بدي أطلعها أحطها بمصفاي وعصرها منيح منيح وأفرمها. هيها هاي السبانخ بعد ما عملت لها عملية تعصير، عصرتها منيح من المي بالإضافة إني فرمتها فرم ناعم، فهيك صارت عصور. شوف كيف ناشفة. أوكي، شو بسوي الآن؟ مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم راح أضيفها. وين يا روان؟ وين؟ طلعي بيجات. أوكي هون، وأبدأ في تجهيز. بدك تقلب ثوم صغير هيك. ما بدها هاي مفرومة، ما بدك تفرمها. مفرومة جاهزة ومعصرة، أهم شيء عصروها منيح. يا عيني يا شيف، هاي الثوم. أسرع حدا بدق الثوم يا شيف نضال. عصير ليمون، بسم الله الرحمن الرحيم. أوكي راح أضيف عليها فلفل أسود. ماشي يا حبيبنا ماشي. هاي ملح، اوكي، وكمان زيت زيتون. هاي زيت زيتون يا روان. تمام، وبعدين بدي اخلط هالعصورة مع بعضها. اوكي شايفين هاي اكلة عصورة، شي فخمة. عصورة 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 سبانخ، ممكن نعملها جرجير، ممكن نعملها كمان حبيبنا بالهندبة. والله زاكي بطلع. هاي مقبلات لبنانية. الجرجير ما بيختلف طعمه شوي على لما تقليه ولا لا؟ عادي بضل زاكي. انا فشتي له، بس عبارة عن سلق او تقلية بسيطة، يعني واحد اثنين بس تذبل. بس تذبل وبعدين انا اغسل يدي واغير الكفوف. يلا يا شيف، راح اضيف البصل المحمص، بصل محمر ومقمر. البصل لإلها طلع. طبعا بصلة هاي. يا عيني